Fatima. مرة كان نعمل أعمال من الموروث الفني الثقافي العربي الأمازيغي. قبل عملت أغاني أم كلثوم، عملت أغاني إسمهان، كذلك موروث والأغنية تونسية، لأنه رددناها مرارا وتكرارا من شقيق الفنان المهدي عبده، وكان هو كيرددها أول واحد الحقيقة، وأعجب بها جدا وأعجبت بها كذلك وغنيناها. وقبل كثير ناس غنوا أغاني أخرى على اللي جرى، غنوا مثلا التونسي غني المصري، المغربي غني مصري، المصري غني مغربي، يعني ولينا في تبادل شيء جميل، لأنه الفن بالنهاية كيبقى واحد سياسة الحب بين الشعوب العربية، هو الربط الرابط بين الشعوب العربية بكل حب بهذا الفن الجميل الموروث للأجيال القادمة. أولاً الناس اللي غنوا قبل منا مثلاً هذه الأغنية غنوا بواحد الشكل بطبع خاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأصوات مختلفة والأحاسيس مختلفة، لكن النوط هي نفسها، صبع نوط نفسها. المقصود أن الجيل والأجيال القادمة أنها تحتفظ بالموروث كما احتفظنا به كذلك، هذا هو الهدف الأساسي، والربط بين الشعوب العربية. يعني مثلا هذا العمل اللي نزل، يعني تونس خدام عليه، مصر كذلك خدامين عليه، لان كيوجدوا فيه دونك الفنان له دور فعال انه يربط بين العرب والامازيغ وبين كل الشعوب العربيه والامازيغيه طبعا. مزيان بالعكس، نهنيهم ونشجعهم، غير وكان نحترموا الموروث، يعني نخليو الصبغه ديالو المميزه ديالو المحبوبه، وحنا نضيفوا عليها احاسيسنا ومشاعرنا بشكل عصري، يعني حتى طريقه اللبس تغيرت، طريقه بزاف الاشياء تغيرت عند الجيل تاعنا او الجيل اللي غيجي ان شاء الله، فاحنا نحافظوا على الاصاله. وشكرا. كنت نحب ونعشق فيك، كنت فله بين يديا، وريحه فرقه راحت بيك، خلت ليك بدي مكوية، مكسن تهر اللي مخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إحنا أنا وعيشة الوعد مهدي عبده، طبعا الناس متعودين أن يسمعوا الأغاني التراث القديم الجميل بتاع فريد الأطراش وبتاع محمد عبد الوهاب وبتاع المطربين الكبار اللي سبقونا زمان. ف كنت شي مره كان سمعت اغنيه ديال محمد الجاموسي، يعني بواحد المستوى رائع، وكانت عباره عن دويتو غناها مع نعمه الراحله نعمه الله يرحمها، وعجبتنا وحفظناها. فملي تسمعت في كلامها لقيتها كتشير لصلة الرحم ما بين الاحبه، ما بين الجيران، ما بين الشعوب، ما بين، ففي الجو اللي احنا عايشين فيه اليوم، احنا ما بين الجزائر والشعب الجزائري والشعب المغربي، قلت انا هذه الفرصه كرساله يعني الشعب الجزائري وكل الشعوب، بان احنا شعوب خصنا نبقاو دائما واثقين من العلاقه ديالنا ومن الموروث الحضاري والثقافي اللي كيجمعنا وكيربطنا، نبقاو دائما على اتصال. فمن هنا جات الفكره. طبعا مادام الأغنية قديمة وأنا أشرت لها في رمضان، يعني تعملت بواحد الطريقة كأنها في قرن واحد الميلادي ولا جوج ولا شي حاجة بحال الشكل، حتى المخرج الإسباني ولا اللي صور تكلف بالتصوير قال لك ما تكونش شي مكانة ولا شي نضادر ولا شي حاجة اللي غادا تبين بأن احنا ولاد اليوم، لا، خاص الأغنية التصوير يكون مع الأغنية ومع الفكرة ديال الأغنية. أظن أن البقاء للأصلح، ودائما الإنسان كيرجع للأصل، لا سورس، المنبع،
والمجمع دائما كيكون عنده واحد القوه، لان الاغاني كانت كتعمل زمان كانت كتعمل تلحينه في سنه او سنتين او اضعف الايمان 6 شهور، فيها حبكه في اللحن وحبكه في الكلام والمعنى وكل شيء. ولكن اللي غادي يخليها ما تصطدمش مع الاغاني ديال اليوم هي تصورت بطريقه اخر معدات بتاع التصوير والاخراج والجينيريك و و و يعني تشوفها كيبان لك غير المضمون اللي قديم، ولكن كماده معروضه من طبق ذهب وصار عليها المخرج جابرييل مربي عملها مودرن. يعني هو طبعا التسجيل القديم يعتبر قديم مصور بمعدات قديمه، ولكن التسجيل الجديد تصور بمعدات جديده، صورت في مصر مع خيرة العازفين. رئيس الفرقة هو إبراهيم الموجي اللي هو حفيد الموجي الله يرحمه، الموزع محمد يسري، استوديو التكامل من خيرة الاستوديوهات في العالم العربي، يعني كله بهالطريقة. والتصوير كان في منطقة في بن سليمان، يعني ديك الجمال الطبيعة المغربية وما فيهاش سيارات وما فيهاش موتورات وما فيهاش، يعني كتبين لك بأن راه قديم، ولكن عملناها بواحد الصورة عصرية، وإن شاء الله غادي تعجب الناس كون على يقين، لأن أنا ما كنقولش أنا أي حاجة. أنا سبق لي تطرح لي هذا السؤال عدة مرات وقلت بأن يعني اي زمن واي وقت واي حاله يمكن تتاقلم مع، احنا يعني حيوان اجتماعي، يعني تتاقلم مع اي شيء، ان شاء الله تجيك اي لا قدر الله تتاقلم معها. فهذه جات من عند الله نتقبلوها، وهذا ما كيمنعش ان احنا نبقوا ساكتين. راه الناس في عز الحرب كتلقاهم خدامين في الاغاني في المسرحيات في السينما، في عز الاوبئه كتلقى الناس خدامين. خص الانسان ما يستسلمش، لان كاين واحد الخالق قادر بينا، علاش حنا غنبقاو هازين الهم؟ ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.